السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نحن في حاجة إليكم بالحقيقة، في حاجة إلى كيف يقولوا للنخبة الجزائرية لتنشاشي بشاشة الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي الى الوتر انتليجنس ذكاء ذكاءكم. وكنت فوق الجبل تسلحمي بنار الهوى، فكنت كما كان السؤاد كما انتوى. المستقبل تاعنا هو ماضينا، ماضي شريف. يا العار، انتم العار. اليوم تفكروا تكلموا على ضد العصابه؟ حنا عصابه؟ حنا تكافحنا. اما انت ففي الزباله كنت ما. الدعوه التي اتتني من السيد كريم يونس، انا اقول لن اشارك في هذا الحوار، لان هذه اللجنه مرفوضه رفضا تاما من طرف الشعب الجزائري ولا سيما من الشارع الجزائري. وبالتالي فالحوار لابد ان يكون مبني على أسس وعلى منطق، ليس على انتخابات فقط، لأننا ما راحش لشاور الشعب. قراخر ماذا والله 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 أول لقاء ما تقلقش. أما أنت ففي الزبالة كنت ما. وكنت تحت السرير تفني نفسك من قملاتها. ما ديرنيش قوى خالي، ما نقدرش نخبي عليك. ها نحن في حاجه اليكم، ما تفشلوش يا جماعه. انا شخصيا ما نفشلش، ساعهدكم ان نبقى في الميدان حتى نهايه المهمه، وننتظر ان المهمه هذه تنتهي في اقرب وقت بطبيعه الحال. يا والله غير يكذب ويخرط ويزيد ونعرف.